بداية بحب أرحب فيكم طلاب وطالبات قناتنا، قناة الدكتورة أماني دغلاس. اليوم برضو رح يكون تدريب على كيفية صياغة أسئلة البحث والفرضيات. اخترت اليوم عنوان تعلم عن بعد، يعني طريقة التعلم عن بعد، بما أنه إحنا يعني مرينا في هاي التجربة بكل أنحاء العالم، فبدنا نشوف من هذا العنوان كيف ممكن أن نشتق أسئلة الدراسة، وكيف ممكن أن نحط إذا بدنا نحط فرضيات ولا لا. هلأ العنوان إذا بتطلعوا عليه أثر التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات، ومقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بطرق التعلم بالتعلم بطرق التقليدية. هلأ ممكن أنه أنا عم بطلع على أبعاد الدراسة اللي عندي، في عندي التعلم عن بعد، وفي عندي تحصيل، مستوى تحصيل، في عندي مادة الرياضيات، وعندي بدي أشوف أنا هل بتأدي هاي الطريقة في إلها أثر في إنهم يحتفظوا بالتعلم، يقدروا إنهم يتذكروا اللي أعمالهم بتعلموا بالمقارنة بالطريقة التقليدية. هل أنتم بتعرفوا يعني أنا إذا بدي أجي أحكي مثلا على مشكلة الدراسة، مشكلة الدراسة هنا إنه نتيجة التطورات، ممكن إني أنا أكتب مثلا كباحثة إنه إيه نتيجة التطورات والتقدم. يعني هنا أول شيء بدي يكون عندي من موثق الأسئلة من المشكلة، المشكلة البحثية، المشكلة البحثية أو مشكلة الدراسة. مدام كتبنا الدراسة بدنا نقول مشكلة الدراسة، مشكلة الدراسة. تمام، شو بدي أكتب فيها هاي مشكلة الدراسة؟ مشكلة الدراسة أنا بدي أكتب إنه مثلا مادة الرياضيات تعد مادة الرياضيات أو تعرف مادة الرياضيات من إنها من المواد، تعرف مادة الرياضيات من إنها من المواد مثلا الأساسية أو الضرورية اللي بتحتاج مثلا عنا إلى طرق في التعلم، بتواكب مثلا التطورات. يعني تعرف مادة الرياضيات من المواد الأساسية، من المواد الأساسية التي تحتاج إلى مواكبة مثلا التطورات التعليمية مثلا بعد مثلا جائحة كورونا. بكتب أنا مثلا التي بالإضافة مثلا التطورات التعليمية بالإضافة إلى حاجة النظام التعليمي بالإضافة إلى حاجة النظام التعليمي لإكساب الطلاب، إكساب الطلاب بالمهارات. يعني هلا مش حاعد اكتب لكم المشكله، بس انه عمالي بكتب انه انا في حاجه، ومن هنا مثلا جاءت طريقه التعلم عن بعد. بحكي انه في اثناء الجائحه لجأنا للتعلم عن بعد، وهو واحد من انماط التعلم الحديثه مثلا اللي ممكن انه تعود الطلبه بالتدريس في داخل المدرسه مثلا انه عن بعد من داخل المنازل. بحكي يعني أنا كل حدا فينا بيحكي بناء مثلا بمراجعة الدراسات السابقة، مثلا ما وجدت أنه في دراسات سابقة تناولت موضوع أو تأثير التعلم عن بعد مثلا في مادة الرياضيات، ممكن ألاقي بمادة هي مادة من المواد الثانية. فعم بذكر وبحط الأهمية النظرية والأهمية العملية للدراسة. يعني أنا بدي أجي أشوف إيش مثلا الأسئلة البحثية اللي أنا بدي أجاوب عليها. بدنا نقول إنه إحنا مثلا إنه حاولت هاي الدراسة، إنه حاولت هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية. وممكن أول إشي عندنا الإجابة على سؤال رئيسي. أنا بدي أحط أول واحد هذا السؤال الرئيسي اللي هو من العنوان على السؤال
السؤال الرئيسي. أوكي، السؤال الرئيسي اللي هو باجي باخده الآتي أو التالي، اللي هو أنا باجي بحكي أثر، مش أنا قلت أثر التعلم عن بعد؟ طيب بقول ما أثر التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار احتفاظهم، مقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بطرق بالتعلم بطريقة بالتعلم بالتعلم بالطرق التقليدية. طبعا وبقدر أضبط يعني عنوان كمان. تمام، إذا هذا سؤالي أنا الرئيسي. أوكي، هذا سؤالي الرئيسي. هلأ بدي أجي من هذا السؤال الرئيسي بده يطلع عندي سؤالين. أول سؤال إله علاقة على استراتيجية الأثر، استراتيجية التعلم عن بعد. يعني أنا هاي يعني هون بدي أقول أنا ما أثر استراتيجية، ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل الطلبة بالمقارنة مع طريقة التعلم عن بعد بالطريقة التقليدية. إذا ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد، هاي بحطها بين قوسين تعلم عن بعد في التحصيل. هلأ بده يطلع من هذا السؤال أعزائي، بفكر بقول بده يطلع من هذا السؤال سؤالين. السؤال الأول أنا بدي أشوف أثر الاستراتيجية التعلم عن بعد اللي هي استراتيجية التدريس في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار مقارنة مقدار احتفاظهم بالمقارنة بالطريقة التقليدية. هلأ أنا باخد كمان بدي أخد وحدة تعليمية، يعني ما بدي أخد المادة الرياضيات كاملة، ما بقدر. فأنا شو بعمل؟ بقول بختار لي وحدة تدريسية. السؤال الأول بدي أختار، بقول السؤال الأول ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في وحدة دراسية. هلأ بدي أحدد الوحدة الدراسية. أنا في وحدة دراسية من مادة الرياضيات مثلا، على سبيل المثال لو نحكي أنه بوحدة الرياضيات مثلا وحدة الكسور العادية، وحدة الكسور العادية والكسور العشرية. عم بحاول أني أنا أجاوب عن هذا السؤال، وزي ما أنتم شايفين عم بحاول أني أنا أجاوب عن هذا السؤال اللي هو أنه أنا سميته السؤال الأول اللي انبثق من السؤال الرئيسي اللي إحنا حطيناه قدامنا. هاي السؤال الأول، خليني أضبط لكم إياه عشان تشوفوا كيف السؤال الأول. هلأ بدي أجي أنا للسؤال الثاني. السؤال الثاني أنا بدي أشوف السؤال الثاني باجي بقول بدي أتساءل على أثر استخدام استراتيجية التعلم عن بعد في مقدار احتفاظ طلبة الصف السادس في وحدة الكسور العشرية والعادية بالطريقة مقارنة بالطريقة التقليدية. أنا من السؤال، لاحظوا أعزائي، من السؤال الرئيسي اخترت سؤالين بدي أحط. السؤال الأول له علاقة بتحصيل الطلبة بطريقة التعلم عن بعد بالمقارنة بطرق التعلم التقليدية. إذا لاحظوا أعزائي، بالسؤال الثاني أنا عمالي بسأل على أثر استراتيجية التعلم عن بعد في مقدار احتفاظ طلبة الصف السادس في التعلم في وحدة دراسية مادة الرياضيات، وسميناها الوحدة وحدة الكسور العادية والكسور العشرية، هاي من منهاجه، بالمقارنة بالتعلم بالطرق التقليدية. يعني أنا بدي من السؤال الرئيسي الأول اللي هو لاحظوا
ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بالطرق التقليدية؟ قسمت هذا السؤال الرئيسي الكبير لسؤالين فرعيين. السؤال الأول بدي أسأل عن التحصيل، يعني دور أو استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل الطلبة زي ما أنتم شايفين بالسؤال الأول، واخترت وحدة رياضيات اللي هي وحدة الكسور العادية والكسور العشرية. هلأ السؤال الثاني، ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد بدي مقدار الاحتفاظ؟ هل التعلم عن بعد تأثير على التحصيل؟ هل التعلم عن بعد تأثير على استراتيجية على الاحتفاظ عند الطلبة؟ فأنا عم بقيس هدول الجانبين واللي اشتقيتهم من السؤال الرئيسي الأول. ولاحظوا أنا دائما بحط قدامي العنوان، من العنوان أثر التعلم عن بعد حطيه في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بالتعلم بالطرق التقليدية، حطيت السؤال الرئيسي، ومنه أخذت السؤال الفرعي الأول اللي هو عن التحصيل، والسؤال الفرعي الثاني اللي هو عن الاحتفاظ. هلأ بدي أجي أنا أحط فرضيات الدراسة. فرضيات الدراسة، هلأ أهداف الدراسة، طبعاً إحنا عندنا أهداف الدراسة، الهدف الرئيسي بده يكون عندي إنه أنا بدي أتعرف على أثر استراتيجية التدريس التعلم عن بعد لتحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات وبدي أشوف أثرها على التحصيل، وبدي أشوف أثرها على التحصيل. فبدها تكون الأهداف نفسها لها علاقة، يعني هون عندي بدها تكون أهداف الدراسة، أهداف الدراسة لها علاقة ب الأسئلة اللي أنا حطيتهم، قياس أثر التعلم عن بعد في التحصيل، وقياس أثر، يعني تكون هنا قياس أثر استراتيجية استخدام أو توظيف استراتيجية التعلم عن بعد أوكي في التحصيل في التحصيل وأيضا في الاحتفاظ، في التحصيل وفي الاحتفاظ هون. وأيضا سؤال تاني بده يكون عندي هون، أهداف تاني بده يكون برضو قياس أثر توظيف التعلم عن بعد، استراتيجية التعلم عن بعد في الاحتفاظ بالتعلم. لذا طلبة الرياضيات بتكملوا، طلبة الرياضيات مستوى الصف السادس. فأنا حطيت هدول الأهداف. هلا بدي أجي كمان للفرضيات، كيف بدي أصيغ الفرضيات؟ هلأ فرضيات الدراسة أنا بدي أختار فرضية صفرية، فأنا محضرة يعني هنا بدي أقول أنا أول فرضية من الفرضيات تبعتي، الفرضية الصفرية الأولى، بدي أقول صفرية يعني اتفقنا لا يوجد علاقة، مش بديلة، بديلة يوجد علاقة، صفرية لا يوجد علاقة، لا يوجد، عم بفترض بقول لا يوجد فرق ذو دلالة، أو لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية، يعني عم بنفي أنا إنه لا يوجد أثر، هون مش علاقة، لا يوجد أثر لا استخدام أو توظيف استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل طلبة التعلم عن بعد في، خليني باخذ من هنا تمام كوبي، في تحصيل طلبة الصف السادس في وحدة دراسية من وحدة الرياضيات أوكي، بقيم هاي في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات، طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات أوكي، بنقيم هاي وحدة الكسور أوكي، وحدة الكسور تعزى هون، تعزى لاستراتيجية التعلم عن بعد، ما في
عم بند فيه أنا. والفرضية الصفرية الثانية، هيا أنزلكم الفرضيات هنا، والفرضية الصفرية الثانية أحصل كلياته له علاقة بالعنوان ومتغيرات دراستي. الفرضية الصفرية الثانية لا توجد، لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عن مستوى دلالة ألفا في قدي إيش بدكم تحكوا أنتو في الاحتفاظ، بدها تكون هنا في مقدار الاحتفاظ أو درجة الاحتفاظ بالتعلم، بالتعلم لدى طلبة الصف السادس في الرياضيات برضو تعزى. أوكي، تعلم لدى طلبة الصف السادس من مادة الرياضيات تعزى برضو لاستراتيجية التعلم عن بعد أو الاستراتيجية التدريس، التدريس طلعوا كيف بضل أغير وأبدل تدريس. أوكي، عن طريق اللي هو النيام إذا نحطها هاي هون بين قوسين التعلم عن بعد، برضو نفس الإشي هون بطلع لفوق تعزى الاستراتيجية التدريس، التدريس التعلم عن بعد. إن شاء الله تكونوا فاهمين، يعني يكون هالجهد ما عم بيروح هيك صدق. بظن إنه بيكون الواحد هيك بيمشي وبيفهم. إذا لاحظوا أعزائي، أثر التعلم عن بضل أطلع على العنوان، أثر التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بالتعلم بالطريقة التقليدية. بروح بعد ما أكتب مشكلة الدراسة، طبعاً في عنا أهمية الدراسة وأهمية نظرية وعملية، أسئلة الدراسة حاولت هاي الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات ومقدار احتفاظهم بالتعلم بالمقارنة بالطريقة التقليدية؟ أكيد التعلم عن بعد يعني تقليدي بالمقارنة. السؤال الأول أخذت منها سؤالين، واحد بدي أسأل فيه عن التحصيل وواحد بدي أسأل فيه عن مقدار الاحتفاظ. فما السؤال الأول، ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في تحصيل طلبة الصف السادس في وحدة دراسية من مادة الرياضيات وحدة الكسور العادية والكسور العشرية بالمقارنة بالتعلم بالطريقة التقليدية؟ ما أثر استراتيجية التعلم عن بعد في مقدار احتفاظ طلبة الصف السادس بالتعلم في وحدة دراسية من مادة الرياضيات وحدة الكسور العادية والكسور العشرية بالمقارنة بالتعلم بالطريقة التقليدية؟ أهداف الدراسة قلنا بدي أقيس أثر توظيف استراتيجية التعلم عن بعد في التحصيل لدى طلبة الصف السادس في الوحدة الدراسية يعني مادة الرياضيات، وما كمان نفس الإشي هنا قياس أثر توظيف التعلم عن بعد في الاحتفاظ استراتيجية. أثر توظيف دائما بنحكي استراتيجية، استراتيجية التعلم عن بعد في الاحتفاظ بالتعلم لمادة الرياضيات. هلأ فرضيات الدراسة فرضيتين، أنا عم بفترض فرضية صفرية، لا يوجد أثر، لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عن مستوى دلالة ألفا في تحصيل طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات تعزى الاستراتيجية التعلم عن بعد. بدي أشوف في إلها أثر ولا ما إلها أثر. أنا عم بفترض ما إلها أثر، بجوز يطلع إلها أثر. لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية ثانية في مقدار الاحتفاظ بالتعلم لدى طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات تعزى لاستراتيجية التعلم عن بعد. أعزائي بتمنى إنكم تكونوا كمان بهذا الدرس التدريبي عن فرضيات الدراسة تكونوا كمان قدرتوا تكسروا هذا حاجز الخوف، إنه كيف أنا بدي أطلع من أسئلة الدراسة بدي أطلع الفرضيات، شو يعني فرضيات، شو يعني فرضية صفرية، شو يعني بديلة. لو جيت أنا حكيت إنه يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في تحصيل طلبة الصف السادس من مادة في مادة الرياضيات تعزى الاستراتيجية التدريس عن بعد، إذا هاي شو أنتم بدكم تحكوا لي؟ شو بدها تكون؟ بدها تكون بديلة. لو إجيت كمان الفرضية الثانية برضو نفس الشيء صغتها، يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في مقدار الاحتفاظ بالتعلم إذا طلبة الصف السادس في مادة الرياضيات تعزى الاستراتيجية التدريس عن بعد، فإذا أنا عم بفترض إنه في أثر، هي بديلة، لا يوجد أثر، هي صفرية، هاي هي الفرضية الصفرية. يعطيكم العافية أعزائي، وإن شاء الله تكونوا كمان بهذا الدرس استفدتوا من كيفية صياغة أسئلة الدراسة وفرضيات الدراسة من مشكلة الدراسة تبعتي
اللي أنا حطيتها ومن العنوان اللي أنا حطيته قدامكم. يعطيكم العافية، كانت معكم الدكتورة أماني دغلس، إن شاء الله بشوفكم بدرس قادم كمان وتوضيح أكثر حتى أنكم أنتم تقدروا تستفيدوا. لاحظوا أنه هاي الدروس دروس مباشرة صارت، يعني بس أنه كيف أنا ممكن أنه أخليكم، لأنه إحنا في عنا قوائم مليانة بس قائمة للفرضيات، قائمة للدراسات السابقة، قائمة قوائم معبة قوائم بالقناة فقط للبحث العلمي، بتقدروا تستفيدوا منها كيفية عمل الاستبيان، كيفية أدوات البحث، في حتى قوائم فيها دروس من الدرس الأول للدرس العاشر ورا بعض، كيف ممكن إنكم أنتوا. أنا بنصح إنه اللي ما بيعرف بأساسيات البحث العلمي يشترك بكورس أساسيات البحث العلمي، وبنفس الوقت بالمواكبة مع هاي الفيديوهات التعليمية اللي أنا عم بعطيكم إياها رح تصيروا فاميليار بكيفية أداء البحث بطريقة ممتعة وتعتمدوا على حال. يعطيكم العافية حبايب، يعطيكم العافية.